إذا في دموع رح تنزرف بهالوقت حتكون دموع الفرح والسعادة. أخونا الغالي جميل اتخطى كل الرتب والمراحل الدنيوية، وصل لأعلى الرتب بالعالم وترفع أفضل ترفيعة بالعالم لأنه هو استشهد. الله يجعل مسواه الجنة. آمين. وإن شاء الله ربنا يطعمنا هالشرف. آمين. بالتأكيد يلي بيحبوه رح يزعلوا عليه ويبكوا شوي على فراقه، هالشي طبيعي. لك أنا هلأ إذا بفقد عصابي مفكرين إني رح أبكي؟ أبداً ما رح أبكي. اليوم عرسنا كلنا يا عالم، عرسنا كلنا. عم تفهموا علي؟ ليكي امي، لا يكون عيب اتصور معك بالبدله العسكريه ولا انت شو رايك؟ اه ايه، وليش العيب بقى؟ عاديه، انا استنيت سنين حتى يجي هاليوم. معناتها تصورنا عمي. امي هيك بدها صبطها. وسلام لابي الشهيد من هون. لازم ضل حالي بكرمال الخير، كرمال الضعفة، وكرمال اقضي على الظلام، والمظلومين ما يبكوا، ما يبكوا ابدا. الاشرار عم يتعدوا علينا كثير بهالفترة، عم ياخذوا من ارواحنا، عم ياذونا كثير هدول الكلاب. يا ربي دخيلك، انا وثقت فيك من قلبي، واعتمدت عليك بكل شيء. أنت الغالب الجبار، ما في غيرك. رحمنا برحمتك الواسعة يا الله دخيلك. كل أملنا وكل إيماننا وكل قوتنا لا تسمح لهم ياخدوها مننا يا الله دخيلك. يا رب يا ربي دخيلك يا رب. مين معي؟ لازم نحكي وضروري كتير. تعال على العنوان اللي رح أعطيك إياه. مين أنت؟ وأنا عن شو بدي أحكي معك؟ بخصوص زميلك الملازم إيلكار. لازم تجي. تمام، رح أجي. أعطيني العنوان. يا حرام، الشاب استشهد وهو على وش جواز. أنا لهلأ مالي مصدقة. استشهد بالشكل اللي بيليق بأي عنصر من عناصر العمليات.
وانت بحالتك هي لبقى تروح العمليات الخاصة او غيره صالح؟ انا بفرع الهجرة هلأ. ايه مزبوط، بس لما بيطلبوك بتروح ركض لعندهم. عمري هالشي صار بس مرة. والله ما بعرف صالح، اذا بضطر بنفسي بروح وبحكي مع المدير. انا كنت عم فكر بقصة هالطلاق، لو منخلص منها بقى شو رأيك؟ مدام نحن سوا هلأ ومرتاحين كتير والحمد لله، إذا بتسحبي الدعوة وبتلغي هالفكرة بيكون تمام. إيه ماما، وأنا كمان ما بقى بدي أسمع كلمة طلاق منكم. ماشي بنتي، صحتين وهنا. وقف وقف عندك، إذا بتسحب سلاحك ما بتاخد مني ولا كلمة. أنا بعرف بكل القصة اللي بينك وبين الملازم إلكار. مين أنت؟ بالأول عرف عن حالك. هو بالحقيقة أنا بكون صديق إلك ولإلكر بنفس الوقت، بس أنت ما بتعرف إلكر. هذا ممكن يأذيك بشكل خطير، لازم تنتبه. شو مشكلة إلكر معي؟ سليم والباقيين إلكر قتلون؟ إلكر ما بيقتل حدا كرمال ياخد بتارو، هو ببهدل الواحد. بس رغم هيك لازم تدير بالك منيح، إلكر له سنتين راقد ورا انتقامه. انتقام شو؟ ليش شو مشكلة إلكر معي؟ انتقام شو اللي بده ياخده مني؟ بدل ما تتهمه وتتهجم عليه كمان، حاول تحكي معه شوي، قرب منه، بس لازم تكون حذر. بعتت وراي لحد هون واجيت، خليني اشوفك إذا بدك فعلاً مصلحتي اقنعني. يلا احكي لي كل شي بتعرفه هلا. يلا لا تضل مكشر، كل شي لقمة رجاب. ليش في نفس للواحد ياكل؟ كلك لقمة لحتى يقوى عزمك وتقتل الأعداء وتكسرون مثل البسكوت. فاطمة، كنا عم نفكر نجوز المرحوم جميل، بس الولد مات وهو أعزب.
هلأ أنا عم فكر، مثلاً كارلوس هذا رفيقي، عرفتي؟ شو بهو تاني؟ هو عزابي ورايح جاي والعباله، كنت عم قول لو نزوجه. لك هلأ شغلتك تفكر بجاستو للزلمة؟ مو شغلتي، بس كارلوس لازم يشوفها لميرفات. لك هلأ أنت أمه لحتى تروح وتخطب له ولا أبوه للزلمة؟ أنت شو دخلك؟ آه لك أنت كمان بتكسبي خير فيه، الشاي والبندق والجوز واللوز وكل هاي الخيرات الطيبة بيزيدوا بيزيدوا. بالله عن جد بيصير هيك؟ لاقي بنت منيحة هلأ وكارلوس بيتجوز. يعني أنت رح تكون مبسوط؟ وقلت إنه قلنا سواب بالموضوع مو؟ كثير منيح، أنا رح لاقي له بنت محترمة وبنت عالم وناس. شايفتك روقت هلأ؟ هيك بدي إياك، هيك، يلا رح تلاقي له بنت، أنت وعدتيني. لك إيه كول، يلا كول، وعدتك خلاص يلا. كول. أكسيبو، أنت ليش زلمة إلكتروني هيك؟ هذا شي مشروع؟ لا، الكيلومتراج تبعه عاطي. كارلوس أنت ما بتعرف، اللي بالعمليات الخاصة كل ثانية عنده مهمة، لازم تحسبها. طلع فيني؟ الحمد لله. أنا بسجل التمرينات براسي، أخدين مكانهم براسي. مين؟ أنت من الكرش ما عاد فيك تتحرك. لا أخي، هدول دعمات أمامية مشان يحموني من الرصاص. صديقي، نحن قسنا نسبة الشحوم عندك، تقريرك ما رح يكون منيح، لازم تساوي رياضة. شو هادك منظرك بضحك، لازم تكون جاهز نفسيا وبدنيا لكل شيء. يلي بيجي قدامي بيصير براسه فورا. اها، يا ترى رح تبقى هيك بعد 5 سنين؟ ايه رح تتجوز يا اخي. ولك انت مجنون حتى تعمل هالشي؟ فهمنا ولك، ما عاد فينا، رح نحل هالقصة. لك اي قصة رح نحلها؟ قال انه هو رح يزوجك. شو؟ رح تجوزني؟ ايه، بالاول خلينا نشوف لك عروس وبعدين كتب الكتاب. لك انا مالي بقصص الزواج وهالحركات، طلعني منها الله يرضى عليك. مرتي رح تلاقي لك، ولا تكسر لك كلمتها. سيبو، القصة ما لها حل تكنولوجي، مجبور توافق. يلا سلام. الف مبروك اخي كارلوس. ايه عقولة المثل، اللي بيسمع الكلمة بيتجوز وبيعيش سعيد. يعطيك العافية. أهلين. بآخر فترة صايرة إيدك سخية على اللي حواليك. إيه، بتدور كل من بوقته يا عاكف. لما الواحد بيكون عم يموت بتتغير كل نظرته. شو هالحكي اللي عم تحكي أليف؟ الله رح يبعت الدواء مثل ما بعت الداء. ماني منيحة عاكف، ماني حاسة حالي منيحة، ما عم اقدر نام، وعلى طول عندي دوخة، أحياناً ما بقدر امشي خطوتين على بعضهم. إليف، الحل لمشكلتك معروف، انت ما فيكي تكملي إذا بقيتي عم تهربي من العملية. يا ريت فيني اشرح لك، لو فيني اشرح لك بس شعوري بالأم، حلمي إني يكون أم بالمستقبل. بتعرف قديش صعب الوحدة تخسر هالشي؟ الحقيقة فيني أتوقع قديش صعب، يعني أنا فيني أفهمك، بس الصحة بالأول، إذا ما رح تصيري أم فهي حكمة رب العالمين. بعرف، بس أنا متوترة، لسه في بقلبي مكان فاضي ما رح يعبيه غير ولد أحمله وضمه وربيه أنا، فهمتني؟ أنا مستنيتك لحتى تيجي وتقلي يلا أليف تعي، تعالي معي حبيبتي. مفكرتيني ما بدي هالشي كمان، بس كل شي إله وقته يا أليف. إني أخسر كون أم مو بس هالشي مخوفني، أنا خايفة من إني أخسرك إلك عاكف. وأنا عاكف. نعم سيدي. تعا شوي. أمرك سيدي. حاضر. Thank you.
رديتي رجعتي لهون؟ رجعتي تنطفي وتطبخي؟ مع انه كنتي مرتاحة كتير ببيت امك. اصلا هذا النص رجال اللي اسمه صالح ما رح يقعد عائل ابدا، رح يرجع يشارك بالمهمات. يعني انتي شو رح يجيكي من رجال قاعد على كرسي وفوقه ما بيقعد عائل كمان؟ المخابرات نشرت خبر وفاة نجدت بالمعركة اللي صارت. هالوسخ ما بيجي منه خير، لا هو عايش ولا هو ميت. هن عملوا هيك منشان يضل هذا الزلمة عايش. يعني بدون ما نحقق نحن معه رح نروح ونسلمه للنيابة سيدي؟ هيك بالضبط. شش، مجبورين. هالشي مستحيل، مستحيل سلم هذا الزلمة. هذا الوسخ بلوى مصبر على روس العالم وبسببه استشهد رفيقنا كمان. شو هالشغلة؟ نحن منخليه يحكي كل شي عنده. طبعاً، نحن منعرف دوالة هاد. اسمعوني منيح، ما عجبتني هاي النظرات تبعكم. شوفي بمخك انت وياه. عم نقول بركي منسأله كم سؤال قبل ما يودع من هون. مستحيل هالشي، المهمة ما نقلنا. يعني ناويين تروحوني انتو؟ ايه بس هاي المشكلة مشكلتنا نحن سيدي. جميل رفيقنا واستشهد وقلبنا محروق عليه، يعني معقول ما نقدر نحقق معه؟ شو سيدي؟ هلأ في بنات كتير بخطر سيدي، يعني إذا منقدر نعرف هلأ وين مركزهم رح نقدر نكبس عليهم فورا. ليكي أنا مليت من هالقعدة، تركي من إيدك وخلينا نطلع، بلكي منغير جو شوي. لك بنتي استني شوي، هلأ بده يبعث لي صورته. ليكو، ليكو، عم تتحمل إيه؟ لك ليكو شو حلو هالشاب؟ ليكي هالعيون ميرفي؟ طيب شو عرفك إنه هي هي صورته؟ بلكي كانت مو صورته عم يضحك عليكي بهي الصورة. لك لا، إلي أسبوع عم أحكي معه، هو شاب كتير أكابر، هو شاب رومانسي كتير كمان، وهي صورته أنا متأكدة. أنتي متأكدة؟ طبعاً حبيبتي، طلعي فيها. دخيله أنا، شوفي شو حلو يا. ليكي شو عم يقول؟ عم يطلب يشوفني، وقال بده صورتي كمان. إيه؟ فهمنا بقى، عن جد بكفي، يعني على طول على الإنترنت؟ لك حتى أهلك ما عاد حكيتي معهم. لك بعدين أنت شو صاير لك حتى عم تحكي ناس بعمرك ما عرفتيهم ولا هنن بيعرفوكي؟ بس هيك أحلى بكتير. أنا رح روح شوفه لهذا الشاب والله أكيد. يعني لك اتطلعي لك بنتي كتير شخصية. طيب خلينا نراجع المعلومات كمان مرة. أول مركز لهذا الوسخ هو بالجامعات. نجدة بيستخدم الشباب اللي لسانهم حلو وشخصيتهم حلوة ليوقعوا بالبنات، وكمان عنده شباب ورجال بيضلوا شغالين على مواقع الانترنت وبيتفاعلون معاشات لهدول الشباب، وبيصيروا يستهدفوا كل بنت وحيدة ودرويشة واللي بتضل قاعدة ليل نهار على الانترنت. وفوق هاد عنده فريق شغال بالطرقات كمان. وهدول بيضلوا صايعين بالشوارع لوقت متأخر، وبس يشوفوا شي بنت لحالة بيقربوا منها فورا. بعد التعارف عشا محترم وشوية مشروبات وعلى هدايا
وبياخدها مشوار بسيارة فخمة وبيقلها لا تركب الباص، أنا بوصلك بسيارتي على البيت. كل هدول الشباب لهم مركز واحد بيربطهم، بيخدعوا البنات بهالشكل وبياخدوهم على هالمركز. وبهذا المركز نفسه عنده الناس بيصنعوا المخدرات. بس المشكلة الكبيرة، المشكلة الكبيرة هي هدول البنات، أمهاتهم وأبهاتهم طلعت عيونهم بالطول وبالعرض لحتى يربوهم. بهالمركز البنات بيصيروا يتعاطوا المخدرات، وبعدين هالبنات هدول وقت اللي كانوا متوقعين إنهم يكملوا دراستهم ويتخرجوا بيصيروا عبيد عندهم. وبعدين هدول البنات اللي عندهم أهل بيخافوا عليهم حتى من الهوى بيصيروا بضاعة ليتاجروا فيهم هدول الكلاب. وبعدين أكيد لا حدا بيشوفه إلا هدول البنات، ولا حدا بيسمع عنه، ما هيك؟ أي بالضبط. إيجي؟ إيجي مو هيك؟ أيوة، بس مين حضرتك؟ شو ما عرفتيني؟ بس بتمنى ما تكون الشخص اللي متوقعته. إيه بذاته، الكل بيكون عندهم اختلاف عن الصور بالإنترنت. إيه بس يعني أنت أبداً ما بتشبه الصورة اللي بعتلي إياها بالمرة. وأنت كتير مختلفة عن الصورة، بس إذا بدك الصراحة أنت أحلى من الصورة بكتير. وبصراحة أنت كمان معنك بشع بالحقيقة، بس لأني كنت متخيلتك نفس الشخص يلي بالصورة لهيك تفاجأت. فيني أقعد؟ طبعاً عود، مازالك إجيت، أكيد فيك ترتاح. أنت متخيل حالة الأب؟ أو حالة الأم شو بتكون؟ البنت بتطلع من البيت وبتقول لأمها أنه عندها مشوار لعند رفيقتها مثلاً، بعد ساعة ما بترجع، بيجي الليل وما بترجع، بكرة بعد بكرة، أسابيع وشهور. وينها؟ مع مين؟ شو عم تعمل؟ ميتة ولا عايشة؟ شو عم تاكل؟ شو عم تشرب؟ هدول البنات حتى لو ضلوا عايشين فمن خجلهم ما رح يقدروا يرجعوا على بيت أهلهم بعد اللي عم يصير معهم. شو هالقصة هي لك أخي؟ إذا أنت تحرك ضميرك تخيل أهلهم. فهمنا بقى عاكف، هلأ مو وقت هالحكي. عاكف بشو عم تفكر؟ اسمعني إلكر، هذا الزلمة لازم ما يحس بالخلاف اللي بيني وبينك، لأنه إذا حس بشي ما حناخد منه معلومات. لا تخاف، قدامه رح نكون أحلى رفقات. بعرف إنك بتمثل منيح، ما رح خاف. بما إنه أنا بنفذ، قلي أنت كيف رح تقدر تمسك حالك؟ أنا بلاقي حل، بس إذا ما نطق وحكى كل شي عنده وخلينا هالوسخ يروح على المركز، الله أعلم كم بنت رح تضيع بسببه وكم بيت رح يتدمر. هالتحقيق له ثواب كبير إلكر. تركني من الثواب، أنا مع الناحية الإنسانية. أنا بعرف كتير منيح شو يعني دب الخلاف بالعيلة، وبعرف شو يعني إنه الواحد يبعد عن أبوه وأمه، وكتير منيح. يلا خلينا نفوت لعنده. شو مين انتو؟ فايتيل مثل هدول الشركة يلي بالأفلام الأمريكية. نحن خبرتنا كتير طويلة بهالمجال، يعني بالمختصر صار لنا سنين. وخلال هالسنين الكتيرة
ما بتتخيل مع مين حققنا وشلون صاروا يحكوا. اوه شو هي حققنا معهم؟ شو هي؟ قول نطقناهم نطقناهم. يلا بقى يلا ردي علي، ما رح اتحمل اكثر من هيك. انا ليش لساتني هون؟ امتى انتوا رح تنقلوني على مديريه الامن؟ انت هون بالمديريه وانت تحت حمايتنا، لهيك بنصحك ترتاح. ارتاح ادخل. سيدي مثل ما انت امرتني جبت لكم القهوه. تعا معلم تعا، اعطيني السكر زياده للاخ يلي ما بينزل معه السكر. هلا ما بدي اتدخل بشي ما بفهمه، بس يعني لما تخلصوا شغلكم من هذا الزلمه ايه ما راح يضل عنده لا سكر ولا دم يا سيدي. معلش معلش، خليه يشرب هيك، خليه خزن سكر منيح. اخي هذا عم يبتسم، والله شكله دمه عسل. انت دمك عسل ولا؟ شو عم تحكي؟ انتو تركتوا فيها عسل؟ بس الظاهر انكم ما بتعرفوا مع مين علقانين انتو. اللي عم اشربه هاد ما بيستحي. اشرب اهوتك اشرب، نحن لسه ما بلشنا. اشرب. يسعد أوقات. أهلا وسهلا. إذا رح تسألي عن إيجا هي طلعت من البيت. بصراحة أنا جاي لحتى أحكي معك بهذا الموضوع. شو الموضوع؟ خير شو في؟ يعني خالتي إيجا كانت بتحكي مع شاب على الإنترنت. إيه. بعدين هذا الشاب طلب منا إنه يطلعوا سوا. أنا قلت لها لا تروحي بس. يعني هي راحت لتشوف شاب ما بتعرفه؟ هي أكيد رح تتضايق مني لأني قلت لك، بس خفت كتير. قريت خبر بالإنترنت إنه مثل هالشباب الله لا يقدر بيعملوا شغلات فظيعة كتير مع البنات. يا الله دخيلك، خلينا فورا نروح. بس أنا هلأ ما بعرف لوين راحت. يا الله يا ريتني ما حكيت لك. معقول هالشي؟ طيب بركي صار شي على بنتي. منيح إنك إجيتي وخبرتيني، الله يرضى عليكي. بيقولوا فنجان القهوة له خاطر 40 سنة، ما هيك؟ ولا أنا غلطان؟ طبعاً هيك، نجدة أفندي ما رح ينسى فنجان القهوة بحياته. إذا ما بدك تعترف وين مكان المركز تبعك، صدقني ما رح تطلع من هون لأربعين سنة. والله دير بالك تفكر إنك بهالحركات تبعك رح تخلوني خاف منكم. أكيد مو هذا الشي اللي بدنا إياه. بعدين فيني أعرف ليش أنتوا اللي عم تحققوا معي هلأ؟ نصيحة لا تتعبوا حالكم، ما فيكن تجبروني أحكي شيء. قلنا لك مو هذا الشيء اللي بدنا إياه. يعني لو كان هذا هدفنا كنا من أول ما فتنا من الباب استخدمنا معك العنف، ما هيك؟ والله جد بهالسهولة؟ انسى، هديك الأوقات خلصت. لك انت شو عم تعمل؟ شو مانك شايف شريكك هاد؟ يا عاكي هيك بتضربه على الزلمة؟ كيف لك هاد؟ ولك شريك هاد مبين عليه كتير نعنوع، ما هيك؟
أكيد ليك منظره والله مزبوط مبين عليك واحد نعنوع كتير ولو بس أنا شاب مثل الوردة من شبابنا بيستشهد بسبب واحد وسخة مثلك ولك عم تعود بنات صغار على المخدرات يا كلب وبعدين عم تبيع هدول البنات لفلان وعلتان وتعبي جيوبك منهم ولك انت واحد حقير خدها من وشي لشوف قوم قوم بدك تعود البنات على المخدرات يا كلب بدك تبيع هالبنات لناس وسخين مثلك خلص علي عاكف فرصتك الوحيدة هلأ بإيدين الحظ الأمهات والأبهات بيربوا وبيتعبوا على أولادهم وانت بتجي وبتسرق تعبهم بالوسخ تبعك ورح تسرق مستقبلنا ومستقبل هالبلد كمان راح الكل اي من الاول لو ما حكيت ما كان رح يضل عندك تم تحكي فيها راح اقول هلا رح ابعت لك الشباب لعندك وبدك تعطيهم المعلومات اللي بدهم اياها كلياتها راح اقول خلص ماشي لك انت شو عملت؟ كنت رح تقتله كل الرصاصات كانوا بإيدي هاي لعبة كانت خفة إيد بس ليك هونيك حلوة ما هيك؟ ايه عن جد كتير حلوة أكيد رح يجي يوم تسوقيها ايه لا بدك يعني نسوق هيك سيارة؟ ايه طبعاً بتسوقيها أساساً أنت حتى هيك سيارة قليل عليك والله كتير شي حلو تفضلي يا حلوة يلا رح أخدك مشوار على البحر فيها وبعدين منروح منشرب شاي وبعد هيك رح وصلك على البيت بس ما بعرف بس كتير تأخرت على البيت لا تخافي ما منتأخر طيب ماشي بس ما في تأسرع كتير لأني بخاف ماشي تمام لك والله حلوة وبتاخد العقل وريحتها كتير حلوة بستخدم هذا العطر للسيارة كيف؟ حلو مو؟ حلو 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 كتير هذا هو ولا بمحل اتصلت بموبايلها أكثر من مرة ما كانت عم ترد هي أول مرة ما بترد علي خليهم يحددوا مكانها من الموبايل تبع فورا أمرك سيدي سيدي نحن كشفنا الكاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة اللي قالت عنها الأنسة الصغيرة وتوصلنا لنتيجة الحمد لله الحمد لله يا ربي لقيتوا لي بنتي يلا إن شاء الله طيب قدرتوا تعرفوا لي وين كانوا شي؟ لا والله يا سيدي
ما في شي مو منيح مو هيك؟ الله يخليكم قولوا لي انه بنتي ما صابها شي. بما انه انت هلا موافقه على رجعتي امي، انا حابه انه اسحب دعوه الطلاق. لا تستعجلي، هو عم يعمل مثل ما قلتي له، وليش يعني مفكره انه انصلح حاله بس لانك ورجيتيه العين الحمراء؟ ايه بس امي مو محرزه كل هالقد. اذا رضيتي فورا كل شيء بيرجع مثل ما كان بالاول. استني لك شوي كمان. امي انا ما حبيت هالمرايه ابدا، برايي نشيلها من هون احسن. أنا كمان حسيتها غريبة بالأوضة. معقول هالشي؟ هي أمانة من العيلة. بوسيها ثلاث مرات، بخرت لك إطار المراية منيح على طرافه من جوا. ما كنت حابة أتدخل بين الرجال ومرته أبدا، بس والله هو ما ترك لي حل تاني لهالشغلة. نازلي ليكي هاي المراية ورثة من عائلة أمك يا حبيبتي، خليها هونيك مكانها أحسن، بتجيب الحظ وبتبعد العين والحسد وبتحميكن. تركوها مكانها هيك، خلص تركوها هونيك يا عيوني، تركوها. بنتي الوحيدة ما عندي غيرها، عمري ربيناها كل شبر بندر، حطيناها بعيوننا من جوا لنحميها. معقول يجي هذا بالبساطة هي وياخدها؟ الشبكة كبيرة كتير والشرطة ملاحقينه من فترة طويلة، وبالحقيقة ماني حابب زيدها، بس بالظروف العادية ما لازم أقول هيك. مشان الله حكي لي، لازم أعرف الحقيقة. بحوادث الخطف هي، وخاصة بأول كم ساعة، بيعطوا البنات كميات من المخدرات. إذا لقيناها قبل هاي المدة رح نقدر نحافظ على سلامتها كمان. والله طلعت روحنا لو وصلناها لهون. أنا شو رح أعمل من دونها؟ جوزي إذا بيعرف رح ينجلد. فرقة المهام الخاصة اليوم في عندهم عملية ضد هاي الشبكة. شو؟ قلت عملية؟ بنتي؟ إذا بنتي هنيك شو رح يصير لطيب؟ بما أنه بنت حضرتك إلى فترة قصيرة، فأنا رح أحكي مع الفرقة مشان موضوع، ومتأكد أنه بأثناء العملية رح يديروا بالهم عليها. سلموني سلاح، أنا كمان بدي روح. خلي السلاح لقلنا يا أختي. طيب اعملوا اللي بتقدروا عليه مشان تنقذوها. دخيلكم. على أساس أنت حلوة كتير، وعلى أساس ما بتعطي وش لحدا كمان. شو صار؟ شو ما عاد فيكي تحكي معنا بنفس الطريقة هلا؟ ها؟ ولك؟ لك أنا ما قلت لكم ما تنزعوا وجوه البنات؟ في أي أخبار عن أخي نجدت؟ آخر شيء عرفناه إنه مات بالعملية. في شيء أخبار عن نجدت؟ لا أخي، كلهم عند نجدت. نجدت إذا بيعترف تعرف شو بصير؟ ننتهي أخي. ننتهي ما؟ برا في بنت جديدة جهزوها، وهي اللي مشوهينا على الآخر، بتزبطوا لي إياها منيح. يعني بدكم توصونا إنه ندير بالنا على الأبو على الشجر لك أخي؟ يعني إذا بدكم رأيي شخصياً، أنا ما بطيق الفواكه اللي على الشجر من أساسهم. إيه طبعاً، لأنك بتعرف تنقي فواكه. أنت هلأ عم تتمسخر علي، بس لما فكرتني متت صرت تبكي مثل النسوان. أنا خسرت صاحبي يا أخي، أنا شو بدي أعمل من غيره هلأ يا أخي؟ أنا هلأ خسرت أخي الوحيد يا أخي، أنا شو بدي أعمل من غيره؟
ولك خرسي شو بدك فيهم؟ يلا تحركي. إيكر انتو غطوا علينا منيح، لا تنزلوا من غير دعم، ما بنعرف شو في تحت. ما معنا وقت، حياة البنات بخطر. انا وإليف رح ننزل باتجاه الابو إيكر. معنا رح ننظف فوق كمان. تمام يلا 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 طلع 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 طلع.